كيف حالك يا ديم؟ طيب الحمد لله. طيب عرفيني عن نفسك ومواهبك وصفك وانت تدرسين كذا. أنا ديم السكران، أدرس في الصف الثالث الابتدائي مدرسة الأمداد الأهلية. عمري 8 سنوات. هواياتي الرسم، لغة الإشارة، قراءة قصة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب من وين تعلمتي لغة الإشارة؟ كيف تعلمتيها؟ بالبيت. أنا تعلمتها مع أمي، كذا شغلت لي مقطع وأنا أسوي زيها لما تعلمت. تعلمتي أول شيء بالحروف ولا كلمات؟ كلمات. كلمات يعني الحروف ما تعلمتيها؟ إيه. طيب وش الكلمات؟ مثلا مدرسة. كيف مدرسة؟ كذا؟ كذا. إيه. طيب شركة. كذا. الشركة يعني كأنهم يتعاونون مع بعض، حسيت زي كذا. كذا سوى الشركة. كذا شركة. كذا شركة. طيب تعلمنا جامعة. زي كذا. جد جامعة. أتذكر قلتي لي جد. إيه كذا كذا. طب لا كذا كذا مسجد. اللحية كذا. مسجد زي كذا. زي المأذنة. يعني هذا الهلال وهذا المأذنة، الخط هو المسجد كذا. طيب مساء الخير أعتقد. مساء الخير. طيب عندك كلمات ثانية؟ مثلا أخ. أخ. طيب وش عندك بعد؟ هواية ثانية مثل الرسم، هذا الرسمة. ما شاء الله رسمك جدا حلو. كيف رسمتيها؟ انا رحت مركز ورسمتها. اول شيء ممكن تشرحي لنا الرسمه؟ طيب اول شيء لونتها باللون الرصاصي اللي ما خليها اوريها الكاميرا. طيب خلاص انا بس امسكها. اللي ما عنده لون رصاصي يحط ابيض واسود. بعدين لونها الخلفيه. لازم يصير أكبر فرشة وما يصلح مثلا اتجاه غير، لازم اتجاه واحد نلون فيها عشان ما تخرب الرسمة. والسيقان جبت شو اسمه عود آيس كريم وجبت فرشة، حطيت بالفرشة لون أخضر وحطيتها على طرف الآيس كريم. وبعدين شو اسمه حطيتها سويت فيها زي كذا زي كذا بقوة لما طلع زي كذا. وجبت عود أذان. جبت عود أذان وحطيت لون بنفسجي ونقطت هنا وصير خلصت. هنا أشوف كذا هنا في نقاط. هنا يوم حطيت الخلفية حطيت ملح يطلع أثر على الرسمة تصير أحلى. من يعني تحطين صبغة على الخلفية بعد تحطي الملح؟ لا كيف اللون نفسه يتبدل. فهمت. ايش نوع هذه؟ الوان اكريليك ولا مائيه؟ مائيه. سمعت ان عندك سرد القصص. ايه. مين اللي علمك القراءه؟ الاستاذات وماما يعني علمتني. درستيها في اولى ولا في الروضه؟ اولى. تمام. يلا اقرأي لنا القصة. عنوان القصة يهديك يرضيك. كل صباح تخبز الجدة فطوم الكعك لأحفادها وتضعه قرب الشباك حتى يبرد، فتنتشر رائحة الكعك اللذيذ في أنحاء القرية. كعك الجدة فطوم لا مثيل له، حقا محظوظون هم أحفاد الجدة فطوم. يا ديم ممكن ترفعين صوتك؟ طيب. اقترب علوش ابن الجيران من الشباك يوما وأكل كعكا دون استئذان. رأته الجدة فطوم فأمسكت بدراجته فورا. صار علوش يرجوها قائلا يهديك يرضيك أعيدي لي دراجتي. أجابته الجدة فطوم ازرع حديقتي أغصانا خضراء
ليفرح الأحفاد دي وتأخذ دراجتك. أجابها: حاضر، طلباتك هي أوامر. ذهب علوش إلى الشجرة الحسناء وقال لها: يهديك يرضيك، أريد أغصانا خضراء لأزرعها في حديقة فطوم فيفرح الأحفاد وأسترد دراجتي. ردت الشجرة الحسناء حزينة: أنا ليس حولي أصدقاء، لو أن الفلاح يزرع حولي أشجارا حلوة لأعطيتك أغصانا خضراء. أجابها علوش: حاضر، طلباتك أوامر. ذهب علوش إلى الفلاح وقال له: يهديك يرضيك، ليتك تزرع حول شجرة الحسناء أشجارا حلوة فتعطيني أغصانا خضراء لأزرعها في حديقة فطوم فيفرح الأحفاد وأسترد دراجتي. رد الفلاح: وأنا أتمنى أن أزرع أشجارا حلوة، لكن انظر يا علوش، يلزمني حذاء جديد. أجابه علوش: حاضر، طلباتك أوامر. شكرا لك.